صباح الخير، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح رغم أن العالم هذا الشيء اللي كنشوفه مؤخرا تيوقع ما تفرحش، ولكن نخليو إيماننا بالله وبنفسنا قوي. نشدو، علاش كيقولك لا قوي إيماننا؟ يعني نخليو إيماننا في الله زوين وإيماننا في نفسنا زوين، نعيش ما تبقى لنا من الحياة زوين. احنا ما عارفين واش نبقاو عايشين، واش غدا غنفيقو. انا ما بقيتش كنضمن الفياق غدا، وليت كنضمن فقط انني هذا النهار كتبوا لي الله جديد غادي نعيشو ماكسيمو. ودابا بالنسبه للجروب اللي كنت دايره في الانستغرام حيدناه، اوكي تحيد لانك ديرها غير فقط 29 يوم وكيتحيد دابا خصني نعاود ندير واحد اخر، ولكن الناس اللي عندي دايرين سبسكرايب راه كيشوفوا ستوريات الخاصه اللي غادي نحط لهم دابا. يعني حتى انت الا باغا كيف ما قلت لكم، يعني ابار الجروب هذا كان غير واحد الاوبسيون انا درتها، ولكن اللي كيديروا سبسكرايب عندي نخليه لكم هنايا، فراه كتشوفي ستوريات الخاصه، كتشوفي كونتينيدو اكسكلوسيفو. اوكي فنصحك تشوفي تدي ديري سبسكرايب هنا وتشوفي ستوريات الخاصه اللي غير بالناس اللي دايرين سبسكرايب، لانه ستوريات زوينه. البارح حطيت لكم ميساج ديال واحد البنت ما شاء الله تبعات داكشي ديالي والحمد لله نجحت، وما وحده ما جوج، عرفتوا عندي الواتساب الاخر. خصني نطلب الاذن من السيده واش نقدر نحط الاوديو ديالها. الحقيقه صيفطات لي واحد الاوديو كتهضر على الكورسو، حيت هي دايره معايا الكورسو هاد البنت من الالمان، واحد البنت غزاله ما شاء الله، قلت لكم نقدرش نحط الاوديو ديالها بلا ما نطلب الاذن ديالها. خصني نطلب منها الاذن ونحط الاوديو. فرحتني هاد الصباح، يعني ما كانش اللي فرحني قد ما انني فقت وشفت وجه بنتي وسمعت الميساج ديال هذيك السيده. قالت لي ساره، المهم ما قدرتش نعاود اسرارها، قالت لي راها فرحانه لحقا جوج الحوايج الحمد لله راهم تحققوا لها. الله ما احلاكي يا قهوه صباحيه، ما احلاكي. اولا انا فرحانه حقاش غدا غادي نتلاقى بالبنات ديالي. اوكي البنات اللي بغات واخا ماشي من الجروب، واخا ماشي من البنات اللي دايرين سبسكرايب في الشات، حيت انا صراحه درت نتلاقى غير معاهم هما مع البنات ديال الكورسو، مي اللي بغات تجي مرحبا بها، ولكن عفاكم البنات اللي مساليه قدك ما باغاش تغير في حياتك، انا نصحك بلا ما تجي. مي غدا البنات اللي غنتلاقاهم البنات اللي عطاو واحد كيفاش كنقولوا عطاو واحد الخطوه، يعني داروا سبسكرايب، كيشوفوا المحتوى اكسكلوسيفو، كاين منهم داخلين في الكورسو، يعني بنات ديال الاستفاده. اللي ما بغاش تستافد فبلا ما تضيعي وقتك، حيت غادي تجيك هذيك التشارلا ديالنا وبكبريده، حيت انت اصلا ما كتقلبش على تغيير في حياتك. نمشي عند البنات. صباح الخير، صباح النور البنات ديال الجروب، واخا ما بقاش الجروب فانتم البنات الفنات البوغوسات. صباحكم كله زوين، صباحكم ورد وتفاؤل وسعاده وحنان وحب، صباحكم يعني كله مرح وكله حيويه وكله طاقه ايجابيه، واي حاجه زوينه في هذه الحياه بغيتها تكون لكم ان شاء الله. ولاي واحد قال امين. علاش بغيتونا نتكلموا اليوم؟ واش بغيتونا نتكلموا على، انا غنتكلم لكم على كل شيء لانه هاد الايام ما هضرناش، واخا انا صراحه الويكاند ما كنتش كنحط لكم فيهم ستوريات اكسكلوسيفه لحقاش الويكاند كنبغي نخليكم تتشتتو كما كنقول انا، يعني سيروا ديروا ما بغيتو، انا تندير ما بغيت، كنبغي زعما نبدا من الاثنين الفوق، ولكن معليش لانه واقيلا يمكن الخميس والجمعه نو غير الجمعه البارح ما حطيت لكم ستوريات فنعوضوا اليوم السبت. مرحبا بكم في فقره الطاقه الايجابيه مع السريكول. اي اختي درك كاس القهوه واجي اختي تصنتوا ليا بلاتي اختي ندير معاكم الكريمه وانا بدون فلتر. الوغ الله شحال بارده، كنخشيها في الثلاجه البنات. عندكم ثلاجه نتوما في الدار؟ هذيك التليليجه الصغيره انا حاطاها في الدوش وكندير فيها كاع لي برودويات ديالي هكا ديال الكوزميتيك باش كيبقاو باردين باش كيدخلوا في الوجه زوين. صافي وليت كنشوف الحياه بواحد المانيره اخرى، بواحد الطريقه اخرى ملي اكتيفيت فيا الانرجي ديالي. والحمد لله حتى البنات اللي نتوما معايا في هذا السبسكرايب ولا في هذا الجروب ولا البنات اللي معايا في الكورسو لاحظوا هذا الشيء في ريوسهم، يعني فاش كيتبعوا هذوك النصائح اللي تنعطيهم راه تلقاو عليهم واحد الاستفاده، تلقاو فيهم واحد الاستفاده. الاهم في هذا الشيء كله هو انك تاخذي الامور بجديه، تقولي اوكي ستوب انا غناخذ هذا الشيء دابا بجديه، صافي ما غاداش نبقى اي نو ما نقدرش ما فيا ونعكز ايوا صافي تانتي نو 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 نو. حاولي تاخذي الكنترول ديال عقلك.
ايوا دابا ينقدوه ليا البنات ديال سبسكرايب ديال الجروب. عرفتوا الستوري اللي قبل من هذا اللي تحط راه تحط بالغلط وما بغيتش نمسحو، قلت خليه هذاك ستوري كان خصني نحطو في الجروب ديال، كان خصني نحطو غير البنات اللي دايرين سبسكرايب. ولكن معليش اخوتي معليش، راه حطيت لهم بزاف ديال الستوريات، وقال شي 6 ولا 7 ديال الستوريات اللي حطيت ليهم تبارك الله فيهم الاستفاده والنصائح من ذهب. وحتى انت الا بغيتي تستافدي اجي عندي، اش كتسناي؟